شغلنا مثله مثل هالرمانة، إذا شلت إيدي عنا رح تنفجر فيني وبالكل. الكل دغري نسيو؟ العائلة يلي منعت عنكم الزعران اللي كان يفرض عليكم الخوات، العائلة يلي حميتكم حمية أولادكم، شغلكم وبيوتكم. في برقبتي ناس قاتلهم الفقر وما عندهم غير الشغل، وجاهزين جاهزين يموتوا كرمالهم. أنا قبرت الخوف هون عهيد العتبة. اللي بيعتب على حدودنا هاي حرب. ما حدا منكم دق بابنا ولا ايه مسكر، وهالباب رح يضل مفتوح لو شو ما صار. وقت ينكمش واحد من زلمة بنص البلد بلا علمي حرب. بس من اليوم ورايح ما حدا رح ينام مطمن. وعلي وعلى أعدائي. نحن عشاير ما يصير.